أعزائي طلبة المرحلة الأولى، السلام عليكم وكل عام وأنتم بخير، ويا رب ينعاد عليكم بالصحة والسلامة، ونشوفكم مثل ما تعاهدنا وتوعدنا أنه تكونون أنتم أمننا واللي راح يغير حياتنا، وتكونون أنتم النور اللي بنهاية النفق اللي ننتظره، أنتم الحلم اللي ننتظره. نتمنى لكم كل الموفقية ونتمنى لكم كل النجاح. محاضرتنا لهذا اليوم Organic Chemistry Lab. It is the third experiment. وهي محاضرة اليوم راح أعرض بهذه الطريقة. صارت عندنا مشكلة بالشو ما ينعرض، راح نعرض للسادات بهذه الطريقة. بس أول لينك بس أريد أشوف أشيك أنه أنتوا واضحة عندكم الصورة. براء يسر ماما واضحة عندكم الصورة براء؟ نعم دكتور كل شيء واضح. تمام حبيبتي، شكرا. آية عبد المهدي ماما واضحة عندكم السلايدات والصوت؟ آية ماما، آية عبد المهدي. طيب ريم أقبل، ريم ماما واضح عندكم السلايد والصوت؟ حنين علاء ماما، تمام حبيبي. تبارك ماما واضح، شكرا حبيبتي. تمام. سجى عمار ماما واضح عندك الصوت والصورة؟ سجى عمار تمام حبيبتي، ممتاز. طيب محاضرتنا هذا اليوم بعنوان Separation and Identification of Organic Compounds، فصل وتنقية المركبات العضوية. مثل ما تعرفون ومثل ما درسنا بالكورس الأول أنه مختبرات الكيمياء بشكل عام، سواء كانت مختبرات كيمياء تحليلية أو حياتية، وخصوصا الكيمياء العضوية، مختبرات الكيمياء العضوية، وراح أكون أكثر تحديد الكيمياء العضوية الصيدلانية اللي أنتوا هسه في إطار دراستها وضمن هذا النوع من المختبرات. تجري في هذه المختبرات العديد من التجارب والعمليات الكيميائية اللي تتضمن تفاعل مواد كيميائية عضوية في سبيل إنتاج أو تركيب مواد عضوية جديدة. طبعاً بالنسبة لمختبرات الكيمياء العضوية الصيدلانية، هذه المركبات العضوية المركبة والمنتجة هي اللي راح تكون يعني مستحضرات طبية وعلاجية ودوائية، يعني يطمح لها الباحث والعالم والشخص اللي يعمل بمختبر الكيمياء العضوية الصيدلانية. إذا كمستحضر دوائي طبي وعلاجي، متفقين أنه يجب أن يكون عالي النقاوة. أي مركبات دوائية ما تمتلك النقاء العالي أنه تكون 100% pure، يعني ما راح تكون معتمدة كعلاجات ولا تكون معتمدة كمادة علاجية. وهذا لاحظناه بالكورس الأول، ممكن نتكلم أنه هناك تقنيات تحليلية تخدمك أنه تعرف هل المادة أو ناتج التفاعل هل هو نقي أو غير نقي. ولاحظنا بالعموم أنه التفاعلات العضوية عادة تنطيك مركبات خام، كرود، حتى اتفقنا نسميها كرود أو مواد خام، أنه المنتج اللي أنت تريد أو المركب الدوائي اللي حضرته موجود، لكن يرافق مواد أخرى، مواد أولية ما تفاعلت كستارتنج ماتيريالز، أو يكون عندك سايد رياكشن دخل أنه نطاك مادة ثانية. عوامل كثيرة تخلي بالنهاية أنت وتحصل على مادة خام وليس مركب نقي، وهنا أنت كأهمية حاسمة جدا يعني لا تناقش أنه تحصل المركب المستحضر العضوي الدوائي أن يكون مركب نقي. بشكل عام أي مركب يجب أن يكون نقي، لكن بالنسبة كمجال دراستنا يجب أن يفصل، should be separated and purified بالنسبة للمركبات العضوية. طيب هنا راح أعطيك الأسبرين كمثال، راح أخذ الأسبرين كمثال. هنا تشوفون نايس إيمج للأسبرين، هذا الشكل الأسبرين بالإيمج اللي هو البلو بولز الكربون، وايت بولز فور هيدروجين، ريد بولز فور أكسجين، وينطيك شكل جزيئة الأسبرين. نلاحظ هذا التفاعل مقدما، احنا ما راح ندخل بيه بالامتحان ولا نريد التركيبه ولا اي شيء، احنا بس اريد هذا يكون as an example لحاله كيف تنشا الكرود او كيف ينشا حاله انه تنشا المركبات انه تكون impure بالمركبات العضويه او بالتفاعلات العضويه. نلاحظ حتى نحضر الاسبرين راح يتفاعل كمواد اوليه ساليسيليك اسيد والاستيك انهايدرايد كمواد أولية بوجود الفوسفوريك أسيد كمادة كاتاليست تعجل أو سريع التفاعل.
ينتج عندنا الاسبرين موجود جزيئه موجوده ظهرت بالتفاعل، لكن بدنا كناتج للتفاعل كبرودكت، لكن بالمقابل ظهر وياها الاستيك اسيد، وهنا هذا يكون امبيوريتيز، هذا يستلزم منك ان تتخلص منه حتى تحصل الاستيك او الاسبرين بصوره نقيه، ويكون معتمد كاسبرين كعلاج ويكون ماده نقيه ضمن المواصفات والقياسات المطلوبه. مثل ما وضحنا انه اسباب عديده تؤدي الى ظهور هذه يعني هذه الشوائب، تفاعلات جانبيه تعطيك مركبات غير مطلوبه غير مرغوبه تظهر معك بالتفاعل، احيانا تكون الماده نفسها الاسبرين تهيئها بماده نقيه ويحضروها بماده نقيه، لكن عمليات الخزن اللي ترافقها مشاكل او ظروف الخزن كالحراره والرطوبه والضوء تؤدي الى تكسر الماده النقيه، وايضا سبب تلوثها بمركبات او مكونات جديده تستلزم فصلها وتنقيتها. لذلك ايضا عندنا احيانا المواد الاوليه ما تتفاعل بشكل كامل، تتفاعل حتى 50% كما لاحظنا في الكورس الاول بالتحليليه، تتفاعل المواد الاوليه لحد مثلا 50% من المواد الاوليه يتفاعل، اما البقيه فتظهر مره ثانيه مع ناتج التفاعل. هنا انت مجبر تتخلص منها وان تبحث عن طرق للفصل separation and purification للمركب العضوي اللي موجود خاضع للتجربة أو المطلوب إنتاجه، وهذا واضح أمامنا. هنا مثل ما فهمنا أن عمليات الفصل لمكونات مزيج وحصول عليها بهيئة نقية يكتسب أهمية عظيمة ومهمة جدا بالكيمياء بشكل عام، خصوصا مجال الكيمياء العضوية الصيدلانية. العديد من التفاعلات التخليقية أو synthetic reactions نواتجها تكون غير نقية وتكون موجودة في مزيج في mixture من البرودكت، موجودة في مزيج، فهنا إحنا بحاجة أن نفهم كيف ممكن أن نفصل هذه المكونات عن بعضها ونحصلها بهيئة نقية. معظم طرق الفصل أو أغلبها تعتمد على فكرة الphysical properties، تقنيات الفصل أو skills أو techniques مالت separation أغلبها يعتمد على الـ physical properties، ويستعملون أو utilize الـ physical properties في سبيل يعني تحقيق عملية الفصل والتنقية. طبعاً مثال على ذلك الـ boiling point كـ physical property يتم استعمالها أو توظيفها لغرض الفصل والتنقية. طبعاً في مختبرات الكيمياء العضوية توجد تقنيات كثيرة ومتعددة ممكن أن تستعمل لغرض الفصل والتنقية. طبعاً خلال هذا الكورس سوف تكون هذه السكيلز أو هذه التكنيكس هي موضوع دراستنا، نتعلم كيف نعمل، كيف نستخدم كل واحد من هذه التقنيات، كيف نستعمله أو نفهم كيف نستعمله في عمليات الفصل والتنقية بالمختبر. هذه التقنيات الأساسية principles مهمة جدا جدا جدا، ويعني نأمل أنه إحنا نتمكن أنه نفهمها ونتعامل بها ونكون محترفين باستخدامها في المختبر. أحيانا أنت تحتاج تستخدم أكثر من تكنيك، ليس تكنيك واحد للفصل، أحيانا تحتاج حسب المركب اللي أنت تحضره أو مطلوب فصله وتنقيته، أحيانا أنت محتاج تستعمل أكثر من تقنية للوصول إلى مركب نقي. هذا راح تلاحظون إن شاء الله بدراستنا للتجارب خلال هذا الكورس إن شاء الله. قبل ما أغادر هنا عندنا الفلتريشن واحدة من هذه السكيلز، الفلترة، عندنا كريستاليزيشن البلورة والديستليشن التقطير والإكستراكشن، عندنا سبليميشن، عندنا كروماتوغرافيك ميثودز. كل هذه الطرق وهذه التقنيات هي تعتمد على الخواص الفيزيائية للمادة، كل واحدة من هذه الطرق تتوظف خاصية فيزيائية معينة تستثمرها في سبيل الفصل والتنقية. طيب طبعا الطرق ممتعة والطرق يعني تثير انه الحماس يعني فضول انه واحد يتعلمها ويتقنها ويفهم كيف تعمل يعني تعمل أو كيف توظف الحالة النظرية كphysical property تطبيق عملي في المختبرات، وهذه هي أهمية المختبر. اليوم راح نتعلم الdistillation أو التقطير. الdistillation طبعاً واحدة من تقنيات وطرق الفصل والتنقية المهمة والمفيدة. طبعاً ابتكرها العرب من قبل 3500 سنة قبل الميلاد واستعملوها
ولحد اليوم هي موجودة في المختبرات، تطبق بشكل روتيني في مختبرات الكيمياء العضوية بهدف فصل وتنقية السوائل العضوية الموجودة في مزيج. تعتمد هذه التقنية تستغل خاصية البويلينج بوينت. البويلينج بوينت يتم استعمالها وتوظيفها في هذه التقنية لفصل المواد. على أساس؟ على أساس أنه البويلينج بوينت هي خاصية فيزيائية تميز كل مادة أو سائل عضوي. يعني كل سائل يمتلك بويلينج بوينت تختلف عن سائل ثاني، يعني ماكو تشابه، لا يوجد تشابه في البويلينج بوينت بالنسبة للمواد، فتكون صفة وخاصية مميزة لكل سائل عضوي. لذلك يتم توظيف هذه النقطة أنه اختلاف البويلينج بوينت للسوائل الموجودة في مزيج يجري استغلالها لغرض فصل وتنقية السوائل العضوية الموجودة في مزيج. طيب كيف تحدث عملية التقطير؟ ما هو الأساس؟ هذا ما راح نشرحه بالسلايدات المقبلة. هدفنا اليوم من هذه التجربة شنو هدفنا؟ هدفنا أولاً نتعلم كيف نركب distillation unit، learn the distillation unit assembly، كيف نركب وحدة distillation. هذا أول هدف. ثاني هدف determination the boiling point، كيف نستخدم distillation للحصول على التقدير أو حساب البويلينج بوينت أو قياس الميجرينج للبويلينج بوينت للليكويدز اللي هي موجودة بعملية الديستيليشن. النقطة الثالثة نتعلمها كيف نعمل سيبريشن أند بيوريفيكيشن للأورجانيك ليكويد الموجودة في نفصلها من سوليد موجودة، يعني أورجانيك ليكويد موجودة مع سوليد في مزيج الميكستر. راح نتعلم كيف نعمل ديستيليشن لهذه الحالة لسائل من مادة صلبة. أول هدف الأسمبلي. هنا طبعاً أعتذر ما قدرنا نسوي شو، كانت هذه مرتبة تظهر بالتتابع. راح أرسلكم السلايدات وتبدون تعرضوها بالتتابع حتى تفهمون بشكل أوضح. راح تظهر أمامكم بهذه الطريقة. أول جزء راح نأخذ الجهة يسار الشاشة. عندنا نبدأ من الأسفل، عندنا راوند بوتم فلاسك اللي هو مكتوب عليه البويلينج فلاسك، دورق دائري زجاجي مستدير مستعملة لعملية البويلينج، يعني المادة الخاضعة للفصل والتنقية تكون موجودة بهذا الدورق. تلاحظون هذا الدورق شنو المميز به؟ أنه عندك كويك فيت، يعني فوهة هذا الدورق هي كويك فيت حتى تكون اكو تتركب مع بقيه الاجزاء تايت، تكون يعني تايت مغلقه باحكام لخدمه عمليه التقطير. طبعا اكو كليبسات بعدين ممكن انه نثبتها حتى نعمل تايت او نسمي اير تايت لهذه الفوهات. فالبويلنج بوينت بويلنج فلاس هذا اول جزء اكو هيد. بعدين عندنا الجزء الثاني الأعلى مكتوب عليه ستيل هيد أدابتر. ستيل هيد أدابتر أيضا ثلاث مخارج إليه، الأول راح يتركب على البويلينج فلاس، الجزء الثاني راح يكون مرتبط إلى جهة اليمين والجهة الأعلى. هناك عندنا الجهة العليا راح تثبت بها ثرموميتر أدابتر. ثرموميتر أدابتر ندخل الثرموميتر بهذا الأدابتر ويدخل بالستيل هيد أدابتر. طبعا أسماء هذه الأجزاء مهمة جدا. قبل ما أكمل أنا خلال الشرح عندنا كويز خاص بجروبكم يختلف عن سؤال الجروب الثاني. من الشرح اللي بدأ أشرحه راح أطلب منكم تجاوبوني على سؤال كويز، ويكون هو الحضور ويكون هو كويز لكم with 5 marks على 5 درجات. طيب هنا أنا عندي الثرموميتر أدابتر، عندي الستيل هيد أدابتر. أجين الأسماء هذه الأدوات مهمة جدا، تحفظوها وتحفظون شكلها حتى نكون محترفين انه اي جزء نشوفه باي مكان مختبر نكون احنا مسيطرين وفاهمين كل هذا الجزء ايش اسمه وين يستعمل. وهذا هو يعطيكم الكونفيدنت ويعطيكم الحرفيه، يعني لا تهملون اي اسم ولا اي شكل من هذه الاجزاء للديستليشن يونت. اذا هسه خلصنا ثرموميتر ادابتر، عندنا ثرموميتر، عندنا بويلنج فلاس، عندنا ستيل هيد ادابتر. الجزء الثاني اللي راح يتركب بالستيل هيد هو الكوندنسر اللي هو الصورة الوسطية. طبعاً هذا الجزء هو عبارة عن تو، يعني أنبوبين تو تيوبس
الأول داخلي والثاني يكون like a coat. هذا الخارجي هو كوت الأنبوب الداخلي. بيناتهم يوجد تجويف يمر عبر الماء لغرض تبريد الكوندنسر لاستقبال أبخرة المادة اللي يجري فصلها وتنقيتها. طبعاً راح عند أيضاً كويك فيت يربط بالستيل هيد، وعنده جزء ثاني أيضاً كويك فيت للارتباط بالجزء التالي. أهم نقطة هنا التجويف اللي يمر بالماء، وعندنا الفتحتين الموجودة، واحدة لدخول الماء من الماء البارد من الصنبور، والثانية الأعلى هي لخروج الماء الساخن، وراح تستمر عملية التبريد وحصول على سطح بارد لتكثيف الأبخرة لعملية التقطير. عملية التقطير هنا راح تحتاج أيضا البند أدابتر. البند أدابتر راح يركب على الكوندنسر من الكويك فيت الثاني. راح عندنا البند أدابتر هذا راح يرتبط بالكوندنسر عبر الكويك فيت، وأيضا عندك هوك في الثاني يرتبط بالريسيفنج فلاسك. عندنا راوند فلاسك دورة أيضا دائري with the quick fit with the head، يركب عليه البند أدابتر وينسد with airtight، وبالتالي تكتمل الأجزاء الزجاجية الخاصة بالديستليشن يونت. الريسيفنج فلاسك ممكن يكون conical فلاسك with airtight أو with adapter with quick fit. أيضا ممكن يكون بهذه الحالة، أو راح تشوفون استايلات مختلفة، لكن الستاندر والأساسي يكون بهذه الطريقة، أنه أحيانا أنت تقوم بتقطير أو بفصل وتنقية، سواء تكون volatile تكون متطايرة، عندنا مثل الأسيتون اللي يتطاير بسهولة. فالأفضل وسيلة لجمع هذه السوائل أو هذه التنقية تكون بدوارق محكمة لضمان الحفاظ على هذه السوائل النقية اللي تم فصلها وتنقيتها. أيضا عندنا البيرنر كمصدر حرارة، محتاجين إحنا مصدر حرارة لعملية التسخين للبويلنج فلاسك. وعندنا أيضا الأنتي بومبينج جرانولز، أو إحنا تقروها مرات بالليترتشرز نسميها أنتي بومبينج تشيبس. هوم ورك لكم لماذا نضيف الأنتي بومبينج جرانولز أو تشيبس، why we need to add these chips إلى وسط البويلنج أو إلى دورق التسخين، السبب. هذا هوم ورك لكم، سجلوه عندكم. طيب الآن أسأل بالنسبة للديستيليشن كبروسيجر أو كفكرة، قلنا تعتمد على الاختلاف في درجات الغليان البويلينج بوينت. نستعمل هذه الخاصية نوظفها باعتبار كل سائل أو كل سائل عضوي إلى درجة الغليان تختلف عن السائل الثاني، فتكون هوية مميزة لكل سائل موجود. فممكن يعني حتى يكون هناك ايدنتيفيكيشن للسوائل عبر البويلينج بوينت. الفكرة البسيطة للديستيليشن هي عملية تسخين، بعد ذلك إنشاء أبخرة. من التسخين تنتج عندنا تحول السائل إلى أبخرة، نحوله إلى بخار. هذا البخار يتم تكثيفه في سطح بارد اللي هو الكوندنسر، وبعد ذلك جمعه في ريسيفينج فلاسك كسائل نقي. إذن ثلاث خطوات: أولاً تسخين وإنشاء أبخرة للسائل اعتماداً على درجة الغليان، يتم جمع أو تكثيف هذه الأبخرة في الكوندنسر كسطح بارد، والخطوة الثالثة هي جمعها في ريسيفينج فلاسك. هذه كتكنيك عام. طبعاً هذه الأجزاء موجودة لها صورة الآن، ممكن تلاحظوها كيف تم ربطها. لاحظوا لي هذه الصورة كيف تم ربطها. هنا راوند فلاسك، ستيل هيد أدابتر، الثرموميتر عن طريق الثرموميتر أدابتر مثبت، الكوندنسر تيوب ماء داخل إلى داخل الكوندنسر يجلب الماء البارد للتبريد، تيوب ثاني يحمل الماء الساخن يخرج خارج المنظومة أو خارج الديستيليشن يونت لضمان عملية التبريد. عندنا البند أدابتر هنا موجود ومرتبط بالكوندنسر، وينقل ما يتم تنقيته إلى ريسيفينج فلاسك. كما أشرت لكم receiving flask تكون ممكن بأي شكل، لكن الستاندر والأساسي إنه يكون airtight لضمان عدم ضياع السوائل المنقات. البيرنر هنا موجود أمامكم كمصدر للتسخين. طبعا البيرنر ممكن بيرنر، ممكن بلاب متقدم يكون مصادر تسخين أو heating source ثاني. هنا أيضا عندي صورة ثانية توضح لكم كيف ممكن يكون مصدر تسخين ثاني، لكن ربط المنظومة يكون بهذه الصورة. ربط المنظومة: راوند فلاسك، ستيل هيد أدابتر،
ثرموميتر ادابتر وذ ثرموميتر كوندنسر مضمون التبريد بدخول الماء وخروج الماء الساخن ودخول الماء البارد بند ادابتر الموجود ينقل لك السائل تم تنقيته الى ريسيفنج فلاسك. اما على يمينك شوف انه عمليه او اذا تلاحظون الكوندنسر هو هنا بعد اوضح انه هو عباره عن تو تيوبس داخلي للبخار اللي تم يعني تسخين والحصول عليه بخار الماده الخاضعه للتنقيه، وتجويف يكون عليه كوت من الانبوب الخارجي لضمان وجود الماء يمر عبر الانبوبين لضمان التبريد، فتحه لدخول الماء البارد صنبور لدخول الماء البارد وتيوب يخرج الماء البارد الساخن من منظومه التقطير. هذا بشكل عام، هذا بشكل عام كمنظومه التقطير، هاي ادواتها الاساسيه. هذه الأدوات الأساسية أو المكونات الأساسية لهذه المنظومة. إذا أول هدف حققناه، علمنا كيف ممكن نكون أو نعمل assembly distillation unit. طيب distillation types، distillation types توجد أنواع مختلفة من distillation types بالاعتماد على الهدف أو طبيعة المكستر الموجود. حسب طبيعة الميكسر، حسب طبيعة الكرود الموجود ممكن نحدد نوع الديستيليشن اللي راح نستعمله. طبعا احنا ذكرنا 3 types of distillation: simple distillation, steam distillation and fractional distillation. طبعا هذه مو كل الانواع، توجد انواع اخرى. واحدة من الهوم ورك راح اطلب منكم تذكروا لي نوع يخدمنا في مجال انه اذا كانت احنا هنا نستخدم حرارة بس distillation لازم نستعمل heating، لكن اذا كان عندك مواد او عندك mixture مكوناته تتكسر بالحرارة، هذه الحالة تحتاج إلى إيجاد حل لهذه المشكلة، تحتاج تفصل، تحتاج تعمل purification، لكن المادة أو السائل راح يتكسر بالحرارة. هل يوجد نوع من ال distillation يخدمك بهذه الحالة يحل لنا هذه المشكلة؟ راح يكون homework يكون موجود بسلايدات إن شاء الله تجاوبوني على هذا السؤال. بالنسبة لل simple distillation، simple distillation طبعا المنظومة شفناها، هذا النوع من ال distillation يتعامل مع السوائل التي يكون الفرق بالبويلينج بوينت لها يكون فرق كبير. عندما يكون الفرق بين البويلينج بوينت ومكوناتها فرق كبير، يوجد جاب كبير، they are not close، يعني فرق كبير بين البويلينج بوينت وهنا مطلي الماء والاسيتون. الاسيتون 56 درجه مئويه للبويلينج بوينت، ولكن الماء 100. فنشوف اكو يعني فرق كبير بين القيمتين، فممكن simple distillation يكون حل بهذه النقطة ويكون مفيد بهذه الحالة. الأسيتون عادة مختبرات الكيمياء العضوية طبعا هو مهم جدا، هو organic solvent very important organic solvent، بس يدخل بالتفاعلات، يدخل بالعمل مهم ويحتاجه مختبرات الكيمياء العضويه، وايضا يستعملوه بالمختبرات نغسل به ادوات قبل ما نجري التفاعلات. فاحيانا تجمع كميات كبيره منه، فالمختبرات تلجا الى عمل ديستليشن للاسيتون ليعملوه ريكفري، يستعيدوه مره ثانيه ويرجع يستعملوه مره اخرى. فتكون حاله السمبل ديستليشن يونت مختبرات الكيمياء العضويه موجوده، ممكن تلاحظوها بشكل مستمر بشكل روتيني، عمل ريكفري للاسيتون من مزيج المزيج اللي يكون كود او يكون يعني مكستشر نظيف مكون من عده مكونات من ضمنها الماء. فيكون السمبل ديستيليشن جود سوليوشن هنا معتمدين على الفرق الكبير الموجود في البويلينج بوينت، وايضا ممكن نطبق المنظومه اللي لاحظناها في عمليه التقطير. هنا عندنا المخطط يوضح لنا اذا كان فرضا الموجود هنا بالبويلنج فلاسك هو اللي هو الاسيتون مع الماء في هيتنج بالبيرنر، مزيج التفاعل راح يتصاعد الابخره، اول بخار راح يصاعد هو الماده اللي مالها اللي يكون بويلنج بوينت لها قليله او من الماده الثانيه، اذا اسيتون فالاسيتون راح يبدي يكون الابخره بالبدايه، تصاعد الابخره. لاحظوني مكان الثرموميتر، الثرموميتر هنا في مسار البخار، هذا مكانه مهم جدا، يلامس البخار الثرموميتر يبدي يقرأ يسجل لك درجة الغليان، لما يقرأ الثرموميتر راح يمثل درجة غليان هذا السائل، إذا كنت تعرفه فمثلا الأسيتون درجة غليان 56، فراح يشوف الثرموميتر راح يقرأ هذه الدرجة، ممكن نعمل لها ريكوردينج
ونتعرف عليها ونثبتها. إذا كان المادة ما معروفة مجهولة، فممكن أنه أنت تعرف من قيمة هذه البويلنج اللي موجودة اللي سجلها الترموميتر، ترجع للليترتشرز للكتب تقارن تشوف شنو اللي هاي المطابقة لها، ما هي درجة الحرارة المطابقة لهذه المادة، وتعرف إذا كانت مجهولة ما قيمة البويلنج بوينت، تقدر تحدد ما هذه هي المادة، تعمل لها ايدنتيفيكيشن من قيمة البويلنج بوينت. يلامس البخار المحرار يسجل درجة البويلنج بوينت، ينتقل البخار إلى الأجزاء الباردة الموجودة الكوندنسر. كما تلاحظون الكوندنسر هو جزء داخلي موجود للبخار وجزء كود خارجي فجوة تجويف يمر به الكول ووتر الماء البارد، ويخرج الماء الساخن من الجهة الثانية لضمان عملية التبريد. تتكثف السوائل أبخرة السائل وتمر عبر البندنج أدابتر وتنجمع في ريسيفينج فلاسك فهذه عملية بشكل عام تعتمد الهيتينج للسائل، وصول البويلنج بوينت، تتكون الأبخرة، تضرب المحرار، يقيس الترموميتر درجة الغليان، تنتقل هذه الأبخرة إلى جزء الكوندنسينج إلى جزء البارد، فتنجمع بشكل الأبخرة تتكثف بشكل سائل وتنتقل إلى دورة جمع السوائل النقية. تم تنقيه. هنا أخذت لكم هذه الصور، تلاحظون أنه الترموميتر في مسار، أول صورة الترموميتر هو في مسار البخار يسجل درجة الغليان لغرض الايدنتيفيكيشن، وأيضا راح يبدي البخار ينتقل إلى جزء البارد. تلاحظون هذه القطرات تتكثف على الكوندنسر البارد، وتستمر العملية بهذه الطريقة إلى أن نجمع السوائل نفصلها عن المزيج ويتم جمعها بصورة سائل نقي في الريسيفينج فلاسك. طبعا عندنا فيديو راح يوضح هذا الأمر بشكل أكثر. إذا تلاحظون هذه الأورنج كليبس، نضمن الاير تايت هنا الموجود الاغلاق المحكم، وحتى تجنب تطاير هذه السوائل او المركبات العضويه. هذه نقطه. هذا قلنا simple distillation ونستعمله بحالات محدده حددناها، لكن اذا simple distillation ما كان مفيد، اذا كان عندي مزيج، وهذا المزيج يكون لي انه السوائل الموجوده الجاب او they are very close to each other، يعني الايثانول والووتر، الايثانول 78 والووتر 100، يعني اقل من 25 درجه الغليان. لذلك بهذه الحاله اللي يحل المشكله هو الفراكشنال ديستيليشن، تقطير التجزئه. هذا النوع من التقطير راح يعمل على تجزئه مكونات المزيج ويفصلها ورقم تقارب درجات الغليان، إذن هنا طيب هل يشبه السمبل ديستيليشن من ناحية المنظومة؟ يوجد اختلاف واحد حق ما تلاحظون في هذه الصورة. الاختلاف هو الفراكشنال ديستيليشن. هنا عندي الفراكشنال ديستيليشن، عندي هذا الكوندنسر يثبت كقطعة إضافية، على البويلنج فلاسك، هذا الكوندنسر لي ميزة كما تلاحظون من الصورة. طبعا هو مشابه، رغم هذا عندنا نوعين لكن عمله مشابه. النوع الأول اللي هو اللي خلينا نقول جهة اليمين، هذا أكو في الديزاين خاص يعني بداخل اليوتيوب، يعني الزجاج يعني مصمم بطريقة خاصة مكونة يعني في السطوح عريضة داخل اليوتيوب. أكو نوع ثاني البعيد، هذا بخرز أو خرز زجاجي. هذه التصاميم تضمن لنا مساحة سطحية واسعة، يعني تشجع عملية الفصل أو سهل تخليها عملية سهلة تساعد عملية فصل هذه السوائل اللي متقاربة في درجات غليانها. طيب فعندنا ستايلين، وأكو هذا اسم ثاني للكوندنسر، في كوندنسر، هذا النوع من الكوندنسر له اسم إضافي يسموه فراكشنال تيوب أحيانا أو فراكشنال كوندنسر، يضمن لنا أنه سهل عملية الفصل. تلاحظون المنظومة أمامكم، هو لهذا التيوب مثبت إلى الكوندنسر، ونفس المنظومة مجرد هذا الجزء هو المختلف نستعمله في حالة كان هناك فرق بسيط في البويلنج بوينت للسوائل الموجودة بالمزيج، فهذا يسهل لنا أو يساعدنا حل هذه المشكلة. ما راح أدخل أعمق بالتفاصيل، لا راح أكون هنا يعني مطلوب منكم لحد هذه النقطة، ما مطلوب منكم تفاصيل أكثر. أحياناً عندي ما يعرف بالأزيوتروبيك ميكسجر،
هاي مذكورة عندنا بالملزمة، حبيت أوضح لكم إياها، إنه أحياناً يكون عندنا سوائل تنتج من عمليات خاصة مثل تخمير السكريات أو عمليات حياتية أو عمليات عضوية، مثلاً تنتج عندي مثلاً مزيج من سوائل إيثانول ووتر، فتكون هذا المزيج الميكستر يكون عنده بوينت واحدة، يعني مستحيل تقدر تفصله بأي طريقة، أي طريقة أو أي نوع من الدستيليشن مستحيل تقدر تفصله، لذلك تضطر انه تتركه، لانه ماكو اي طريقه تحل بالنسبه لهذا النوع من الكونستانت بويلنج بوينت ميكستشر. طيب النوع الثاني عندنا او هو اليوم موضوع تجربتنا هو ستيم ديستيليشن، هو موضوع تجربتنا اليوم. حبيتكم تشوفوه، ويا ريت نكون محظوظين ندخل المختبر نشتغله، مرتبط ايضا بعملكم، مرتبط بالمركبات الصيدلانيه والمستحضرات الدوائيه والصيدلانيه، ستيم ديستيليشن. هذا النوع مرتبط بتنقيه السوائل فصلها من المركبات الحياتيه او العضويه، مثلا عندنا الاورنج سكين او الليمون سكين، قشور الليمون او قشور البرتقال او اللافندر الخزامي او الروزماري، او هاي المركبات العضويه اللي بيها اسينشال اويل، طبعا تدخل بالمركبات والمستحضرات الصيدلانيه والادويه المرتبطه بعملكم، مرتبطه بمنتجاتكم الدوائيه. ونحتاج اذا تلاحظون هسه يعني انه هذه المركبات نحتاج انه نفصل هذه الزيوت او ما يعرف باسينشال اويل، نستخلصها او نسحبها او ننقيها من الاجزاء الصليبيه، وهذا اللي احنا كان هدف تجربتنا الثالث، انه اني كيف اعمل بيوفصل وبيوفيكيشن لماده او اورجانيك ليكويد من الصوليد ماتيريال. فاليوم احنا راح نستخلص اسينشال اويل من الليمون سكين، راح نستخلصه ونسحبه بعمليه ستيم ديستيليشن. الستيم ديستيليشن هو انالوج للسمبل ديستيليشن نفسه، الفرق الوحيد انه وجود الماء ضروري، يعني ضروري وجود الماء لانشاء الستيم بالاخره وفصل وتحقيق عمليه الفصل، لذلك اضافه الماء اساسيه هي هذا الفرق الوحيد بينه وبين السمبل ديستيليشن. الفرق انه كتكنيك تحتاج تضيف الماء الى الماده اللي راح تعمل بها بيوريفيكيشن. بالنسبه للسمبل ديستيليشن هذا مو ضروري ولا اساسي، ممكن تفصل بشكل اعتيادي بدون وجود الماء، تاخذ المزيج وتبدي تفصله. اليوم separation of and purification of lemonin اللي هو essential oil للليمون أو الأورنج الموجود في الأورنج، وهو أيضا قلنا يستعمل بالكوزمتيك مستحضرات الدوائية as essential oil. قبل ما أعرض لكم الفيلم أريد أعمل لكم أراجع لكم المحاضرة اليوم، أنه كملخص أنه عرفنا أنه الأورجانيك ريأكشنز تعطينا impure product أو تعطينا نواتج خام دائما أو غالبا، وإحنا بحاجة إلى أنه نلجأ إلى استعمال تقنيات الفصل أو تقنيات الفصل والتنقية بهدف الحصول على مستخلص أو حصول على مركب نقي. هاي مسألة حاسمة وعالية الأهمية خصوصا في مجال الناقشة في مجال الكيمياء العضوية الصيدلانية. عدة طرق نستعملها للفصل والتنقية، تقنيات عديدة بالمختبر الكيمياء العضوية تطبق بشكل روتيني مستمر هذه التقنيات، وإحنا بحاجة نفهمها ونستعملها، وأحيانا تحتاج تستعمل أكثر من تكنيك حتى تحصل بيور برودكت. ديستيليشن اليوم كان هو موضوعنا، أول تكنيك راح بدينا به، وإن شاء الله مكملين بالتقنيات الأخرى خلال الكورس. ديستيليشن طريقة تسخين و التكثيف وجمع لفصل السوائل العضوية من المزيج. عندنا عدة طرق من الديستيليشن، ونعتمد على نوع أو خصائص المادة الموجودة بالمزيج ونختار نوع ديستيليشن مناسب. إذا السمبل ديستيليشن، إذا كانت الفرق بالبويلنج بوينت قليل كبير، إذا كان قليل راح نرجع للفراكشنال، إذا كان عندي مادة ليكويد من سوليد وكأسينشال أويل راح أرجع للستيم ديستيليشن. تركت لكم هنا لينكس فور يوتيوب أفلام وتوضيحية لكيف تركب الجهاز، كيف تجري عمليات الديستيليشن، ممكن تستفادون منها. والأهم من هذا إحنا متفقين على الفلسفة وفكرتنا الأساسية إنه إحنا نتعلم
نريد نتعلم، نريد نفهم، نريد نكون محترفين أكثر مما إحنا نريد نمتحن وناخذ درجات. هاي إحنا اتفقنا عليها من البداية النقطة. راح أترك لكم، راح أبدي، راح أنهي البرزنتيشن حتى أعرض لكم اليوتيوب، وبعدين أنزل لكم الامتحان على الكلاس روم. راح أبدي أنهي هنا، أنا راح أروح أنهي البرزنتيشن وأبدي أعرض لكم اليوتيوب حتى تشوفون ال
ماما أريدكم تلاحظون مكان ال تلاحظون مكان الترموميتر الموجود، راح يثبت لك اياه هنا بخط يوضح لك كيف انه لازم يكون بهذا المكان مسار البخار. هنا الترموميتر ما كان داخل الدورة، ما دخله وصل الى داخل الخليط الموجود الخاضع للتنقية والفصل، او تركه في مجال بهذا المستوى في مجال البخار. هذا البخار المتصاعد يمثل البويلنج بوينت للسائل اللي يجري فصله وتنقيته. ادخال هذا الترموميتر الى داخل السائل راح يكون يعطينا قراءه خطا، فكهوم ورك ليش انه او السبب اللي يخلينا ادخال الترموميتر الى داخل المحلول او داخل المزيج يؤدي الى اعطاء قراءه خاطئه. لكن هنا وجود الترموميتر، طبعا هنا تلاحظون تكثف الابخره بسبب ملامستها للسطح البارد الكوندنسر وتجمعها بهيئة أويل. هذا هو الاسنشال أويل أوف أورنج، يتبخر يتكثف وينجمع بهيئة بيور اسنشال أويل. ممكن تعيدون هذا الفيلم أكثر من مرة تشوفون الفكرة. أنه هنا أنا أريد بس يعني أوضح لكم أنه عملية قياس، هنا أنا عملية قياس البويلنج بوينت بالترموميتر بوجود مسار، هنا بوجود في مسار الأبخرة، هنا الضغط هنا أو البخار المتصاعد للسائل في حالة توازن مع البويلنج بوينت للسائل الموجودة داخل الدورة. فهنا المكان في وجود الثرموميتر بهذا المكان في مسار البخار يعطي القراءة الصحيحة للبويلنج بوينت. إدخال هذا الثرموميتر إلى داخل السائل يعطي قراءة خاطئة. ممكن أيضا هذا السؤال بالهومورك سبب انه الخطا اللي يحصل بادخال الترموميتر الى داخل السائل. راح اترك لكم هذا، راح اترك اللينك موجود بالسلايدات وراح ارسل لكم اياها، سجلت المحاضره راح ارسل لكم اياها ايضا. بالنسبه للكويز موجود الان، راح انزله على الكويز موجود على الكلاس روم. تسجلون اسماءكم الرباعيه وايميلاتكم الجامعيه وجاوبوني على هذا السؤال ولكم 5 ماركس. عملت له بوست للكويز موجود الان على جوجل كلاس روم. فاتمنى لكم كل الموفقيه. لكم 10 دقائق واغلق الريسبونس. 10 دقائق واغلق الريسبونس. ماما 10 دقائق واغلق الريسبونس بالنسبه لهذا السؤال.